بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 67. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اليمين المنعقدة التي تجب فيها الكفارة هي اليمين التي يقصد عقدها على أمر مستقبل، كان يقول والله لا أفعل كذا وكذا، يريد منع نفسه من فعل ذلك الشيء، أو أن يقول والله لا أفعلن كذا وكذا، يريد إلزام نفسه بفعل شيء معين. فهذا إذا خالف اليمين بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فلا بد أن يكون مختارا، يعني غير مكره. إن كان مكرها فليس عليه كفارة، لأن فعل المكره لا ينسب إليه ومعفو عنه، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وكذلك إذا فعله ناسيا أو تركه ناسيا فإنه لا كفارة عليه، لأن الناس ليس عليه شيء، قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا فعله ناسيا فإنه يكون غير متعمد، غير متعمد فلا شيء عليه، وإنما تكون عليه الكفارة إذا فعله من غير إكراه وفعله متعمدا تجب عليه الكفارة، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي قصدتم عقده. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم. وإن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله يوم معه ناس لم يحلف. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. ولأن فعل المكره لا ينسب إليه فلم تجب عليه كفارة كما لو لم يفعل. نعم. ولا كفارة في الحديث على ماضي سواء تعمد الكذب أو ظنه كما أو ظنه كما حلف فلم يكن. وذلك إذا حلف على أمر ماض، كان يقول والله ما حصل كذا، ينفي أن يحصل هذا في الماضي، أو لم أفعل كذا، فإن كان متعمدا الكذب أو قال أعطيت في هذه السلعة وسيمت مني كذا وكذا، أو حلف أنني اشتريتها بكذا وكذا، أو حلف أنها من النوع الجيد، فإن كان كاذبا فيما حلف فهذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، لأنه متعمد للكذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال صلى الله عليه وسلم 3 أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم المنفق سلعته باليمين الكاذبة، فهذا يكون آثما
وعليه التوبة إلى الله وليس عليه الكفارة. عليه التوبة وعدم العود لمثل هذا ليس عليه كفارة، لأنها على أمر ماضي ما هي على أمر مستقبل. أما إن كان غير متعمد للكذب، كان حلف بناء على غالب ظنه، كان قال والله ما جاء فلان ثم تبين أنه جاي، أو قال والله لم أفعل كذا يغلب على ظنه أنه ما فعله ثم تبين أنه قد فعله، فهذا لا شيء عليه، وهذه لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذه من لغو اليمين. نعم. وذلك أن اليمين على الماضي ينقسم ثلاثة أقسام. نعم. ما هو فيه صادق فلا كفارة فيه إجماعا. هذا لا خلاف، كان صادقا حلف على شيء ماضي نفيا أو إثباتا وهو صادق هذا بار. نعم. وما هو متعمد الكذب فيه فهي تسمى يمين القنوط. وكذلك لو حلف عند القاضي، طلب منه القاضي اليمين على تكذيب دعوى خصمه فحلف وهو كاذب، فهذه يمين فاجرة يلقى الله جل وعلا وهو عليه غضبان. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا نصيب لهم في الجنة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. هذه الآية نزلت لما تخاصم رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي فلم يكن له بينة، فقال لك يمينه، فقال الرجل يحلف وهو كاذب يا رسول الله، فأنزل الله هذه الآية. إذا حلف في خصومة وهو كاذب متعمد للكذب يريد أن يتغلب على خصمه أو أن يأكل حق خصمه، فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانه. نعم. وما هو متعمد الكذب فيه فهي تسمى يمين الغنوص لأنها تغمس صاحبها في الإثم. نعم. ولا كفارة فيها في ظاهر منها، إنما فيها التوبة والاستغفار. نعم. وقال الشافعي رضي الله عنه فيها الكفارة، وعلى الإمام أحمد مثله، لأنه وجدت منه اليمين والمخالفة مع القصد فلزمته الكفارة كالمستقبلة. ولنا هذا ما هو واضح، الصحيح انه ما عليه كفاره لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها كفاره. نعم. ولنا انها يمين غير منعقده فلا تنجب كفاره كاللغو، او يمين على ماض فاشبهت اللغو. نعم. وبيان انها غير منعقده انها لا تنجب برا ولا يمكن فيها، ولانه لا توجب برا، يعني لا إنما اليمين التي تجب بها الكفارة التي لا يلزمه أن يبر بها. أما الماضية إذا حلف فات الأوان، لا يمكنه أن يبر بها وهي ماضي، فات الأوان. نعم. ولأنه قارنها ما ينافيها وهو الحلف فلم تنعقد كالنكاح إذا قارنه الرضاء. الحنث مقارن لها من حين حلف وهو متعمد الكذب فهو حانث من الأصل، خلاف اليمين التي على المستقبل فهي تحتمل إنه يبر ويتحتمل إنه يحنث في المستقبل، لكن الماضي هذا حانث من الأصل من يوم يحلف، فلا تجب بها كفارة. نعم. ولأن الكفارة لا ترفع إثمها فلا تشرع، بدليل أنها كبيرة، فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه اليمين كبيرة من كبائر الذنوب التي توجب النار، لا بد من التوبة والاستغفار وعدم الرجوع، حفظ اليمين في المستقبل
فلا يحلف إلا وهو صادق. نعم. فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليقين الغموس. رواه البخاري. وروي فيه لأنه يقول لأن الكفارة لا ترفع إثمها فلا تشرع بدليل أنها كبيرة. نعم. فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب هذا التعبير، عجيب، يروى عن النبي ثم قال رواه البخاري، هذا ما تجي إلا صيغة التضعيف. نعم. نعم. فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. نعم. وروي فيه خمس من الكبائر لا كفارة لهن: الإشراك بالله والفرار من الزهد وبغض المؤمن وقتل المسلم بغير حق والحلف على يمين كافرة يختطئ فيها مال امرئ المسلم. هذه كلها ليس فيها كفارة وإنما فيها التوبة والاستغفار. نعم. ولا يصح القياس على المستقبلة لأنها يمين معقودة فتجب الكفارة في حلها، وهذه لا عقد لها فلا حل لها. نعم. قال ابن المنذر: قول النبي صلى الله عليه وسلم فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير يدل على أن الكفارة إنما يجب بالحلف على فعل يفعله فيما يستقبله. القسم الثالث: نعم. ما يظنه فيتبين بخلاف ما ظنه فلا كفارة فيها لأنها من لغو اليمين. نعم. واللغو نوعان: أحدهما هذه لا كفارة فيها لأنها يمين غير منعقدة، لأن الحد مقارب لها فأشبه اليمين والرموز، ولأنه غير قاصد للمخالفة فأشبه ما لو حنث ناسيا. وعن الإمام أحمد أنه ليس من دم اليمين وفيه الكفار، والمذهب الأول لما سبق. النوع الثاني من اللغو: أن يحلف بلسانه من غير أن يعقد عليها قلبه، من غير أن يعقد عليها قلبه، بل تمر على لسانه من غير قصد إليها. فقال عطاء: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعني في النوم في اليمين، هو كلام الرجل في بيته لا والله وبلاء الله. أخرجه أبو داود. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانه. واللغو معناه الشيء الذي لا اعتبار له، الشيء الذي لا يعتبر ولا يعتد به. ولغو اليمين على قسمين كما ذكر الشارح: الأول إذا حلف على أمر ماض كاذبا ولكنه لم يتعمد، يبني بنى على غالب ظنه، إذا حلف على أمر ماض بناء على غالب ظنه ثم تبين بخلافه فهذا كذب لم يتعمده فلا شيء عليه، لغو يعني غير معتبرة ولا منعقدة. والنوع الثاني ما يجري على لسان الإنسان أثناء كلامه مثل لا والله وبلا والله، هو ما قصد يمين وإنما جرت على لسانه من غير قصد. وهذا ما أفادته عائشة رضي الله عنها في تفسير الآية. نعم. وروي عن عائشة موقوفا قالت: أيمان له ما كان في المراء والحسر والمزاحة والحديث الذي لا يقل عليه القلب. نعم. ولأن اللغو في كلام العرب الكلام غير المعقول، وهذا كذلك. وإذا ثبت هذا فاللغو لا كفارة فيه لقول الله سبحانه: لا كفارة فيه ولا إثم، لا يؤاخذكم الله، ليس فيه إثم وليس فيه كفارة، من باب أولى. نعم. لقول الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو بأيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم بما عقدتم الأيمان.
فكفارته إطعام 10 مساكين. فجعل الكفارة اليمين التي يؤاخذ بها ونفى المؤاخذة بالله فيلزم انتفاء الكفارة. نعم. مسألة: ولا تجب الكفارة إلا كاليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه. اليمين التي تنعقد وتجب بها الكفارة هي اليمين بالله سبحانه وتعالى، مثل والله، تالله، بالله، أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه، كان يقول والعزيز والسميع العليم، أو بصفة كان يقول ورحمة الله وحياة الله وقدرة الله، أو وكلام الله، أو يحلف بآية من القرآن أو بسورة من سور القرآن. هذه هي اليمين المنعقدة واليمين التي تجب بها الكفارة. أما الحلف بغير الله فإنه شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحلف بغير الله لا تنعقد لأنها ليست بيمين ولا تجب بها كفارة، ولكن يأثم بها وتكون شركا لأنها تعظيم للمحلوف به، والتعظيم إنما هو لله سبحانه وتعالى. لا يجوز الحلف بالمخلوق، لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بأي مخلوق كان، ولا بالأمانة ولا بحياة الشخص. كل هذا لا يجوز. وأما ما جاء في القرآن من أن الله أقسم بمخلوقاته، أقسم بالشمس والقمر والنجم، وأقسم بالتين والزيتون، فالله جل وعلا يقسم من خلقه بما شاء، ولا يقسم بشيء إلا وفيه سر، إلا وفيه سر وحكمة ليلفت الأنظار إلى هذا الشيء وما فيه من العظمة والحكمة. فالله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. لا يجي واحد يحتج يقول الله جل وعلا أقسم بالمخلوقات، نحن نقسم بالمخلوقات، يقول لا، الله جل وعلا يقسم من خلقه بما شاء، أما أنت فأنت عبد مخلوق، يجب عليك امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وألا تقسم إلا بالله جل وعلا، فلا تقسم بمخلوقاته، لأن القسم تعظيم لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. مسألة: ولا تجب الكفارة إلا لليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته ذاته، كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته. نعم. أجمع أهل العلم على أن من حلف بالله عز وجل أمانته، ما أدري واضح، حلف بالأمانة لا يجوز، فلو قال وأمانة الله وليست من صفات الله فيما نعلم. نعم. أجمع أهل العلم على أن من حلف بالله عز وجل فقال الله أو تالله أو بالله فحلف أن عليه كفارة. نعم. قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعي وابو عبيد وابو ثور واصحاب الله يقولون: من حلف باسم من اسماء الله عز وجل فحلف فعليه الكفاره. فحلف فعليه الكفاره، ولا نعلم في ذلك اختلافا. نعم. وكذلك ان اقسم بصفه من صفات ذات الله تعالى في قولهم جميعا. وقال ابو حنيفه في قوله: وعلم الله لا يكون يمينا. وعلم الله لا يكون يمينا.
لأنه يحتمل المعلوم. قلنا يبطل بقوله وقدرة الله، فإنه يحتمل المقدور وقد سلموا. إذا أطلق علم الله فالمراد به صفته سبحانه وتعالى، ولا يقصد به المخلوق إلا بقرينة أو دليل يدل على ذلك. نعم. مسألة إلا بالنذر الذي يقصد به اليمين، فإن كفارته كفارة يمين. نعم. وذلك أنه متى أخرج النذر مخرج اليمين. إلا أن الكفارة لا تجب إلا باليمين بالله. إلا باليمين بالله أو النذر إذا كما سبق، النذر الذي لا يقدر على فعله أو إذا حلف على فعل مباح، نذر أن يفعل مباحا، خير بين فعله وكفارة يمين، فهذا مثل اليمين بالله أو بصفة من صفاته تجب فيه الكفارة لورود الدليل بذلك كما سبق. وكذلك ما يجري مجرى اليمين على الصحيح عند المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية، ما يجري مجرى اليمين من الطلاق أو النذر أو العتق أو غير ذلك، إذا كان قصده مقصد اليمين فإنه يجري مجرى اليمين، أو تحريم الحلال كما لو حرم حلالا فإنه يكفر كفارة يمين. هذه أشياء تجري مجرى اليمين لورود الدليل بها. نعم. الصلاة إلا بالنذر الذي يقصد به اليمين، فإن كفارته كفارة يمين. وذلك أنه متى أخرج النذر مخرج اليمين، بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئا، أو يحمل به على شيء، مثل أن يقول إن كلمت زيدا، مثل أن يقول إن كلمت زيدا فعلي الحج، أو إن كلمت زيدا فعلي الحج، أو صدقة مالي، أو صوم شهر. إذا كان قصده بالنذر ليس النذر لذاته، وإنما قصده اليمين، كان يقول إن كلمت زيدا فعلي أنا أتصدق بكذا وكذا، أو أنا أصوم شهرا، يريد منع نفسه من كلامه، فهذا يجري مجرى اليمين فيه الكفارة، يجري مجرى اليمين فيه الكفارة، وهو ما يسمونه بنذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، لأنه لم يقصد التقرب إلى الله بهذا النذر، وإنما قصد إلزام نفسه بهذا الشيء أو عدم إلزام نفسه، فيكون يجري مجرى اليمين إذا كان القصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فإنه يجري مجرى اليمين وتكون فيه كفارة. نعم. فهذا يمين حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه فلا يلزمه شيء، وبين أن يحلف فيتخير بين فعل المنذور وكفارة يمين. نعم. ويسمى هذا نذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب، كان يتخاصم مع شخص أو يتجادل مع شخص فيغضب ويقول إن كان كذا وكذا فعبدي حر، أو يقول أن علي الحج، أو أنا تصدق بألف ريال إن كان ما تقوله صدقا، يريد إبطال قوله، يريد تصديق نفسه وتكذيب خصمه، فهذا لا يقصد به التقرب إلى الله، وإنما يقصد به الحلف، فيجري مجرى الحلف، يخير فيه بين أن يفعل ما نذر إن كان مباحا، وبين أن يكفر كفارة يمين. نعم. يسمى هذا نذر اللجاج والغضب، ولا يتعلق عليه الوفاء به، وإنما يلزم نذر التبرع على ما سبق في باب النذر، وهي التي ينذرها من غير لجاج ولا غضب، فإنما فعلها وهو مطمئن النفس مقدما على هذا الشيء، لم يحمله عليه غضب
ولا لجاج. نعم. وسأل وقيل لا شيء عليه بالحلف بالحج ولا بصدقة بمعنى، لأن الكفارة إنما تنزل بالحلف بالله سبحانه لحرمة الاسم، وهذا ما حلف بسم الله، ولا يجب ما سمع، لأنه لا يدركه مخرج القربى، وإنما التزمه عن طريق العقوبة فلا يلزمه. هذا ضعيف لأنه حكاه بصيغة وقيل أو قول ضعيف. نعم. وقال أبو حنيفة يلزم كنف التبرع. ولنا ما روي عن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صار فيه ثلاثة أقوال، إذا حلف بالنذر أن يفعل كذا أو أن لا يفعله والحامل له الغضب واللجاج، ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يمين تحله الكفارة وهذا المذهب. القول الثاني أنه نذر لازم وهذا قول أبي حنيفة كما ذكره هنا. والقول الثالث أنه لا شيء فيه، وأصحها والله أعلم هو القول الأول أنه يجري مجرى اليمين فيه كفارة يمين. نعم. ولنا ما روي عن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. أخرجه الجوزجاني وسعيد بن منصور. إذا ثبت هذا الحديث فهو حجة في المسألة، النذر اللجاج والغضب ليس فيه وفاء وإنما فيه الكفار. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالمشي أو الهدي أو جعل ماله في سبيل الله عز وجل. من حلف بالمشي مشي أو الهدي أو جعل ماله في سبيل الله عز وجل. مشي يعني إلى الحج. نعم. أو جعل ماله في سبيل الله عز وجل أو في المسافين أو في رجال الكعبة فكفارته كفارة يمين. نعم. ولأنه قول عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة وحفصة وزينب بنت أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين، ولا مخالف له في أصلهم نعلمه، فكان إجماعا أنه يجري مجرى اليمين. نعم. ولأنه يمين فيدخل في قوله عز وجل ولكن يؤمنكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين. ودليل أنه يمين أنه يسمى بذلك قائله حالفا، أنه مقصده مقصد اليمين وهو الإلزام أو المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، فهو هذا القصد الناذر، إما أن يصدق ما يقول أو يكذب قول خصمه أو أن يحث على فعل الشيء أو يحث على تركه، فهم يعني استعمال اليمين فيجري مجرى اليمين لأن المعنى واحد. نعم. وفارق نذر التبرع فإنه لم يخرجه مخرج اليمين وإنما قصد به التطهر ابتداء، ما حمله عليه شيء نذر التبرع ما حمله عليه شيء، وأما نذر اللجاج والغضب فالذي حمله هو الغضب واللجاج يكون مثل الحلف تماما. نعم. وفارق نذر التبرع فإنه لم يخرجه مخرج اليمين وإنما قصد به التطهر. نعم. وها هنا خرج مخرج اليمين فأشبهها بالوجه وأشبه النذر بالوجه فخيرنا بين الوفاء به والكفارة. نعم. وعن أحمد يتعين عليه الكفارة ولا يجزيه الوفاء بنذره لأنها يمين. نعم. والأول أولى لأنه جمع الصيغتين فيجب العمل بهما والخروج من عهدته بما يقول به عن عهدة كل واحد منهما. مثلا لو حلف بهذا كله يعني بأسماء الله وصفاته والقرآن جميعه فحلف، أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، أو حلف على أشياء بيمين واحدة فحلف، لم يلزمه أكثر من كفارة. نعم.
إذا كرر اليمين على شيء واحد، كان قال والله لا أسافر، ثم حلف مرة ثانية وقال والله لا أسافر، وكرر على شيء واحد قبل التكفير، فكفارة واحدة تتداخل. أما بعد التكفير حلف أنه ما يسافر ثم كفر ثم حلف ثانية أنه ما يسافر، تلزمه كفارة ثانية، لأن كل يمين استقلت. وكذلك لو حلف أيمانا متعددة على شيء واحد ففيها كفارة واحدة. نعم. أما إذا حلف بالله وصفاته كلها أو تقضى اليمين على شيء واحد مثل قوله عليه الصلاة والسلام والله لا أغزون قريشا والله لا أغزون قريشا ثم حلف، فليس عليه إلا كفارة واحدة، لأن المحلوف عليه واحد، ولم يوجد كفارة على أحد هذه الأيمان فتحلها كفارة واحدة. نعم. وقال أصحاب الرأي عليه كفارة إذا كفر اليمين. أصحاب الرأي يعني أصحاب القياس، أصحاب الرأي هم الذين يقولون بالقياس، ومنهم الحنفية يسمون أصحاب الرأي لأنهم يكثرون من القول بالقياس. نعم. وقال أصحاب الرأي عليه كفارات إذا كفر اليمين إلا أن يقصد التأكيد، لأن أسباب الكفارات تكررت، فتكرر الكفارات كالقتل وإتلاف صيد الحرام، ولأن اليمين الثانية مثل الأولى فتقتضي ما تقتضيه. عند أصحاب الرأي أن اليمين أن الكفارة تتكرر بتكرر اليمين ولو على شيء واحد، لأنها كلها أيمان منعقدة، فكل يمين له كفارة، نظروا إلى ذات اليمين. أما الحنابلة فنظروا إلى المحلوف عليه، إلى المحلوف عليه إذا كان شيئا واحدا ولم يكفر فليس عليه إلا كفارة واحدة. نعم. ولنا أنها أسباب كفارات من جنس فتداخل كالحدود من جنس واحد. إذا تكررت الأشياء وموجبها واحد لم يتكرر الموجب. مثلا لو أن إنسانا حصل عنده عدة نواقض للوضوء، خرج منه دم كثير وبال وتغوط ونام، فإنه يكفيه وضوء واحد، ولا نقول إن كل ناقض له وضوء. فالأشياء إذا تكررت وموجبها واحد يكفي مرة واحدة، هذا مثله، هذه أيمان تكررت على شيء واحد وموجبها واحد فيكفي كفارة واحد تتداخل. نعم. هذه قاعدة في الشرع، أن الأشياء إذا تكررت وموجبها واحد أنها تتداخل ويكفي موجب واحد فقط. نعم. ولنا أنها أسباب كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس واحد، فقد ثبت الأصل بقوله عليه الصلاة، كما لو قذف شخصا عدة مرات، قذف شخصا بالزنا عدة مرات ولم يقم عليه الحد في واحدة منها فإنه يكفي حد واحد عن الجميع لأنها تتداخل. نعم. وقد ثبت الأصل بقوله عليه الصلاة والسلام الحدود كفارات لأهلها، ولأن الثانية لا تفيد إلا ما أفادته الأولى فلم يجب أكثر من كفارة كما لو قصد التأكيد. هذا معنى قوله موجبها واحد، أن كل منها يوجب شيئا واحدا ولم يختلف الموجب، نعم. وقياسهم يتفق بما إذا قصد التأكيد، قياس أصحاب الرأي. نعم. مسألة. نعم. وأما إذا حلف بالقرآن جميعه فحلف فعليه كفارة واحدة نص عليه. نص عليه. وعنه يلزمه لكل آية كفارة. صعب هذا، صعب عدد آيات القرآن. نعم.
وعنه يلزمه لكل آية كفارة. روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه. وعن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة يمين، فمن شاء فرق ومن شاء فجر. رواه الأكرم. هذا صعب. نعم. وجه الأولى وهي أنها كفارة واحدة لأنها تتداخل. نعم. وجه الأولى قوله تعالى: ولا يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته طعام 10 مساكين، وهذه يمين فتدخل في عموم الآية. لقوله تعالى: ولا يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته كفارته هذا شيء واحد، إطعام 10 مساكين. ظاهر الآية سواء تكررت الأيمان أو كانت يمينا واحدا. نعم. ولأنها يمين فلن توجب أكثر من كفارة كسائر الأيمان، ولأن إيجاب كفارات بعدد الآيات يفضي إلى منع الحالف من البر والتقوى والإصلاح بين الناس لما في ذلك من المشقة. عدد آيات القرآن كثيرة. نعم. ولأن إيجاب كفارات بعدد الآيات يفضي إلى منع الحالف من البر والتقوى والإصلاح بين الناس، أنه يثقل عليه هذا. نعم. وقد نهى الله سبحانه عن ذلك بقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. نعم. ولأن الحالف من صفات الله كلها وتكرار الإيمان بالله. ولأن الحالف من صفات الله كلها. طيب، إذا حلف بصفات الله كلها من يحصيها؟ يقول عليه كفارات بعددها، من يحصي صفات الله عز وجل؟ ومن يحصي أسماء الله؟ ما لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ولأن الحالف بصفات الله كلها وتكرار اليمين بالله سبحانه لا يوجب أكثر من كفار، فالحلف بصفة واحدة من صفاته أولى أن تجزيه كفار. نعم. ويحمل كلام أحمد على الندب لا على الإيجاب، فإن المنصوص عنه في كل آية كفار، فإن لم يمكن فكفارة واحدة. هذه الرواية عن أحمد تفسر مراده، عليه كفارات فإن لم يمكنه فكفارة، هذا يدل على أنه من باب الاحتياط، إيجاب الكفارات بعدد الآيات هذا من باب الاحتياط، والمبرئ للذمة كفارة واحدة. نعم، لا بد منها. نعم. ويحمل كلام أحمد على الندب لا على الإيجاب، فإن المنصوص عنه لكل آية كفارة، فإن لم يمكن فكفارة واحدة. ورده إلى واحدة عند العجز دليل على أن ما زاد عليها غير واحد، والله أعلم. وحديث مجاهد مرسل. وقول ابن مسعود: يحمل على الاختيار والاحتياط لكلام الله سبحانه والمبالغة في تعظيمه إلى غيره، يحمل على مثل ما حمل عليه كلام أحمد أنه من باب الاحتياط فقط. نعم. مسألة: وإن حلف على أشياء بيمين واحدة فلم يلزمه أكثر من كفارة. إذا حلف على أشياء بيمين واحدة، كما لو قال: والله لا أسافر مع فلان، والله لا أسافر مع فلان، ولا آكل مع فلان، ولا أدخل بيت فلان، ولا أتزوج فلانة، ولا عدد أشياء بيمين واحدة فيها كفارة واحدة، لأنها يمين واحدة فلا توجب إلا كفارة واحدة، ولو تعدد المحلوف عليه نظرا لليمين الواحدة فقط. نعم. وإن حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة، لأنها يمين واحدة، كقوله: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست. والله لا أكلت، يعني لو قال: والله لا آكل ولا أشرب ولا أتزوج ولا، يعني عدد أشياء بيمين واحدة فليس عليه إلا كفارة واحدة. نعم.
وإن حلف في جنسه انجلت الجميع. إذا حلف في واحد من الأشياء التي حلف عليها كلها تنحل اليمين، إن حلت ما هي بنجلت، إن حلت اليمين في الباقي كف الكفارة وتنحل الباقيات. نعم. وإن حلت في جنس انحلت في الجميع. نعم. ولزمته الكفارة. نعم. ولا أعلم في هذا خلافا. نعم. مسألة. وإن حلف أيمانا على أشياء فقال. هذه غير الأولى، إذا حلف أيمانا على أشياء متعددة، كما لو قال والله لا آكل، والله لا أشرب، والله لا ألبس الثوب، فهذه كل يمين لها كفارة، لأنها أيمان متعددة على أشياء متعددة، وكل يمين مستقلة لها كفارة. نعم. وإن حلف أيمانا على أشياء فقال والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست، يعني لا أكلت هذه عبارة لا آكل، يعني نفي، لكن تعبير الفقهاء بهذه الصيغة وهي معناها النفي. نعم. فحلف بالجميع فعليه لكل يمين كفارتها. نعم. نص عليه في رواية المروزي فقال أبو بكر تجزيه كفارة واحدة، نقلها ابن منصور عن الإمام أحمد، قال القاضي وهي صحيحة. قال أبو بكر ما نقله المروزي عن أحمد قول ما نقله المروزي عن أحمد قول الأول لأبي عبد الله، ومذهبه أن كفارة واحدة تجزيه لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحلول من جنس واحد إذا اختلفت محالها، كأن يسرق من جماعة أو يزني بنساء. ولنا أنها أيمان لا يحلف في إحداهن بالحلف بالأخرى، فلم تكفر إحداها بكفارة أخرى. الرواية الأولى أصح، أنها تتكرر الكفارات لتكرر الأيمان على أشياء متعددة، أما أن يقال ما فيها إلا كفارة واحدة فهذا فيه نظر، لأنها أيمان متكررة، كل يمين مستقلة عن الأخرى، فما الذي يجعلها شيئا واحدا وهي متفرقة ومختلفة؟ نعم. لو أنه ارتكب عدة حدود، زنى وسرق وشرب الخمر، فهل يقال أنه يكفي حد واحد؟ ما يكفي حد واحد، كل شيء له حد، يجلد عن الخمر ويجلد عن الزنا إذا كان بكراً، جلد آخر غير جلد الخمر، ويتقطع يده عن السرقة، لا يكفي حد الخمر عن السرقة، ولا يكفي قطع اليد عن حد الخمر، لا تتداخل الحدود في هذا. نعم. كذلك الأيمان. نعم. ولنا أن أيمان لا يحنث في إحداهن، لا يحنث. لنا يعني القول الأول وهو أن تتكرر الكفارات بتكرر الأيمان. نعم. ولنا أنها أيمان لا يحلف في إحداهن من حلف في الأخرى، فلم تكفر إحداها بكفارة أخرى، كما لو كفر عنها. لو أنه حلف لا يركب ولا يشرب ولا يأكل وحنث في واحدة لم يحنث في الباقيات، باقيات على ما هن عليه، كل يمين لها حكم نفسها، فدل على أنها مستقلة، كل واحدة مستقلة عن الأخرى، بحيث إذا حنث في واحدة لم يحنث في الباقيات. نعم. فلم تكفر إحداها بكفارة الأخرى، كما لو كفر عن إحداها قبل الحنث في الأخرى، كالأيمان المختلفة الكفارة، وهذا فارق الأيمان على شيء واحد، فإنه متى حنث في إحداها كان حنثا في الأخرى. نعم. فلما كان الحنث واحدا كانت الكفارة واحدة، وهنا الحنث متعدد فكانت الكفارة متعددة. نعم. مسألة. ومن تأول في يمينه فله تأويل
إلا أن يكون ظالما. تأويل في اليمين، التأويل في اليمين ما معناه؟ أو التعريض، يسمونه التعريض أو المعاريض أو التأويل، معناه أن يحلف على شيء ونيته شيء آخر، يوري تورية. فهذا إن كان ظالما لم ينفعه التأويل، اليمين على ما يصدقه خصمه، كما لو طلب منه القاضي أن يحلف على ما يصدقك به صاحبك كما في الحديث. أما إذا كان غير ظالم ولا يلزم من هذا اعتداء على أحد ولا أكل لحق أحد، فإنه ينفعه التأويل والتعريض. لأن الإمام أحمد سئل عن المروذي صاحبه تلميذه، سئل أين هو، فقال المروذي ليس هاهنا، وهو يقصد وهو يلمس في راحته، يعني ليس في راحتي. فالمخاطب ظن أنه ليس في المكان، بنى على هذا. والإمام أحمد يقصد أنه ليس، لأن الإمام أحمد لا يريد الكذب، يتجنب الكذب مهما أمكن، وهو يريد أنه ليس في يده، يدفع السائل عن المروذي. فهذا تعريض، هذا تعريض ولا يلزم فيه ظلم لأحد. نعم. مسألة: ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله، لقوله عليه الصلاة والسلام: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. نعم. ومعنى التأويل كما لو قال له مثلا عندك لي حق أو دراهم أو أمانة وأنكر، قال ما عندي، قال احلف، فحلف إن ما عندي لك أمانة، وهو يقصد في هذا المكان، يقصد في هذا المكان، فهذا لا ينفعه تأويله، لأن خصمه طلب منه اليمين على نفي الأمانة، إنه ما عنده أمانة أصلا في أي مكان، وهو يقصد في هذا المكان، هذا ما ينفع تأويل، ما ينفع، لأن فيه ظلم، فيه جحد لحق الآخرين. نعم. ومعنى التأويل أن يقصد بكلامه محتملاً يخالف ظاهره. التأويل أن يقصد بكلامه غير ما يظهر منه، يقصد بكلامه غير ما يظهر منه للمخاطب، يقول كلاماً له ظاهر وله باطن، فهو يقصد الباطن فقط ولا يقصد الظاهر. نعم. نحو أن يحلف أن هذا أخي ويعني به أنه أخوه بالإسلام أو المشابهة، كما تأول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانت معه زوجته سارة، كانت امرأة جميلة، فلما دخل مصر فيها الجبار أرادها الجبار، فإبراهيم عليه السلام قال: هذه أختي، هذه أختي، وهو يريد أخته، أنها أخته في الدين وفي الإسلام، والجبار فهم أنها أخته من النسب، فإبراهيم عرض، استعمل التعريض، دل على أن التعريض لدفع الظلم أنه جائز. نعم، التعريض لدفع الظلم والعدوان جائز. نعم. نحو أن يحلف أن هذا أخي ويعني به أنه أخوه في الإسلام أو المشابهة، وما رأيت فلانا، يعني ما مررت بنيته ولا ذكرته، ما رأيته يعني ما ضربته مع الرئة، يقصد هو بها المتكلم، يقصد ما ضربته على رئته، والسامع يفهم أنه ما رآه ببصره، فهذا تأويل ينفع إذا كان ما في ظلم لأحد. نعم. وما رأيت فلانا يعني ما ضربته برئته ولا ذكرته يعني ما قطعت ذكره، أو يعني يدعى عليه بأنه رأى فلان، شاف فلان، حلف إني ما رأيته، يعني وهو يقصد ما رأيته يعني ما ضربته على الرئة، ولا يقصد إنه ما رآه ببصره، فهذا ينفع. أو ما ذكرته، الظاهر إنه إن ما ذكرته يعني ما ذكرته في كلامي، وهو يقصد ما قطعت ذكره، فهذا تأويل
ينفع إذا كان ما في ظلم لأحد. إذا كان ما في ظلم لأحد فهو ينفع، أما إذا كان في ظلم فهو لا يقبل. نعم. ولا يبري ذمته. نعم. أو يقول جواري حار يعني يسوق. الجوار تطلق على المملوكات، النساء المملوكات، وتطلق الجواري على السفن، وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام. الجواري جمع جارية وهي السفينة، والجارية تطلق على السفينة وعلى المملوكة. فإذا قصد طلب منه اليمين على أنه ما باع جاريته، ادعى عليه واحد أنه باع عليه جاريته اللي هي المرأة المملوكة، فأنكر بيعها، ثم طلبت منه اليمين على دفع دعوى خصمه، فقال والله ما بعت جاريتي، وهو يقصد السفينة سفينته، فهذا لا ينفعه، لأنه اليمين على ما يصدقه به صاحبه، ولا يبري ذمته هذا اليمين. هذه تورية وتأويل خلاف الظاهر، فلا يبرئ ذمته. هذا إذا كان ظالما يريد أكل حق غيره. أما إذا لم يكن في هذا ظلم لأحد، وقصد بالجارية السفينة ولا في ظلم لأحد، فلا مانع من ذلك. نعم. إذا قال جواري أحرار، ظاهر هذا أنه اعتق جوارية، لكن هو يقصد السفن، يصدق في هذا، صدق له تأويله، لأنه أدرى بتفسير كلامه. أو قال نسائي طوالق، هذه المشكلة، نسائي طوالق، قالوا له يلا خل زوجاتك طلقتهم، قال لا أنا ما أنا بقصد زوجاتي، أنا قصد نسائي يعني قريباتي، لأن القريبات تسمى نساء الإنسان يعني قريباته. نعم. هذا تأويل. فإن كان ظالما لأحد فإنه لا يقبل، وإن لم يكن ظالما فإنه ينفعه، لأنه أدرى بكلامه. نعم. فهذا وأشباهه إذا علاه بيمينه فهو تأويل، لأنه خلاف الظاهر، فلا يخلو الحال من ثلاثة أحوال. أحدها أن يكون مظلوما، مثل أن يستحلفه سلطان على شيء أو صرف عنده. ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يكون مظلوما ولجأ إلى التأويل للتخلص من الظلم، فله ذلك، مثل ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية أن يكون ظالما، فهذا لا ينفعه التأويل. الحالة الثالثة أن لا يكون ظالما ولا مظلوما، هذا مباح، هذا من الشيء المباح. نعم. أحدها يكون مظلوما، مثال يستحلفه سلطان على شيء، لو صدق أن يكون ظلمه أو ضره، أو يخاف على مسلم من ظالم فيحلف عنه، فهذا له تأويل لقوله عليه الصلاة والسلام: إن في المعاريض لممدوحة عن الكذب. لممدوحة. لممدوحة عن الكذب، يعني سعة. نعم. الثاني أن يكون الحالف ظالما كالذي يستحلفه الحاكم، فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر له. لو يستحلفه الحاكم يعني القاضي بخصومة بينه وبين غيره. نعم. هذا ينصرف يمينه إلى ظاهر له ولا يرفع تأويله ولا تبرأ ذمته اليمين. نعم. لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، رواه أبو داود. ولو ساب ذلك للظالم لكان وسيلة إلى جحد الحقوق، لأن مقصود اليمين تخويف الحالف ليقتدع على الجحود، خوفا من عاقبة اليمين، خوفا من عاقبة اليمين الكاذبة. فإذا ساغ له التأويل انتفى وصار وسيلة إلى إبطال الحقوق. نعم. الثالث: لن يكون ظالما ولا مظلوما، فظاهر كلام أحمد، فظاهر كلام الإمام أحمد له تأويل، لأنه على بكلامه ما يحتمله على وجه لم يتضمن إبطال حق أحد. نعم. كما لو كان مظلوما،
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل المعاريض أحيانا. جاءته امرأة وطلبت منه أن يدعو الله لها بدخول الجنة، امرأة عجوز، فقال إن الجنة لا يدخلها عجوز، فاهتمت المرأة جدا. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن نساء أهل الجنة يكن عربا أترابا، يدخلنها في سن الشباب، هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءه آخر يطلب منه أن يحمله على بعير، فقال لا أحملنك على ولد الناقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح أحيانا، فالرجل استغرب، قال ولد، فهم أن ولد الناقة أنها الحوار الصغير، قال ولد الناقة ماذا ما يصلح ما، قال وهل يلد الإبل إلا النوق؟ هذا قصد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا تعريض وتأويل سائغ، لأنه ليس فيه ظلم لأحد، وفيه نوع من المزح الخفيف، نعم، والترويح عن النفوس، هي حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، يمزح ولا يقول إلا حقا، لا يقول كذبا أبدا عليه الصلاة والسلام، نعم. فأبو جامع الأيمان، نعم، ويرجع فيه إلى النية فيما يحتمله اللقب. الأيمان يرجع فيها أولا إلى نية الحالف، لأنه أدرى بما حلف عليه، فإذا قال نيتي كذا وكذا واللفظ يحتمل ما قال فإنه يصدق، صدقه في ذلك. فإذا لم تعلم نيته يرجع إلى سبب اليمين والذي هيج اليمين، فإذا لم يمكن معرفة ما هيج اليمين ولا يعرف سببها يرجع إلى ما يتناوله الاسم، إلى ما يتناوله الاسم الذي جاء في يمينه، نعم. وهذا له أمثلة ستأتي، نعم. ويرجع في هذه النية لما يحتمله له، سواء كان ما رواه موافقا لظاهر له أو مخالفا له، فالموافق للظاهر. يرجع باب جامع الأيمان، نعم. باب جامع الأيمان ويرجع في هذه النية، أول شيء يرجع إلى نية الحالف لأنه أدرى بما أراد، فإذا حلف ليتصدقن بكذا وكذا فإنه يرجع إلى نيته بهذا الشيء الذي أراده، فسره هو ما تريد بهذا الشيء فيصدق فيما يقول إنه نواه، نعم. ويرجع إلى النية لما يحتمله اللفظ، سواء إذا كانت النية بهذا الشرط، يرجع إلى النية بهذا الشرط أن يكون يحتملها اللفظ، يحتملها اللفظ، نعم. سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له، فالموافق للظاهر هو أن ينوي باللفظ نوره الأصلي، نعم، إلا أن ينوي باللفظ العام العموم، والمخالف يتنوع أنواعا، أحدها أن ينوي بالعام الخاص، إلا أن يحلف لا يأكل لحما ولا فاكهة، ويريد لحما بعينه أو فاكهة بعينها. إذا قال والله لا أكل اللحم، هذا عام، ظاهره أنه حلف على كل اللحوم ما يأكل منها، هذا ظاهر اليمين، لأن اللحم اسم عام، سواء لحم دجاج، لحم إبل، لحم بقر، لحم غنم، لحم سمك، نقول يمينك تقتضي ظاهرها أنك ما تأكل جميع اللحوم. قال لا، أنا ما نويت جميع، أنا نويت لحم الدجاج فقط. نقول لك ما نويت، لأن اللفظ يحتمل، فلك ما نويت وأنت أدرى بنيتك، إذن ما يحرم، ما يمنع عليك إلا لحم الدجاج فقط حسب نيتك، لأن اللفظ يحتمل، اللفظ عام ويحتمل الخصوص، نعم. ومثل أن يحلف لا كلمت رجلا ويريد رجلا بعينه، أو لا حلف لا يكلم رجلا، ظاهره أنه لا يكلم جميع الرجال، هذا ظاهر يمينه، لكن هو ينوي رجلا معينا،
فله ما نوى، يصير يمينه تتعلق بما نوى بهذا الرجل فقط، وإن كان ظاهرها يتناول جميع الرجال، لأن رجلا اسم جنس يشمل جميع الرجال، فيرجع في اليمين وتفسيرها إلى نيته هو. نعم. أو لا يتغذى يريد غذاء بعينه، أو لا يتغذى يريد غذاء، يريد غذاء بعينه، كأن قال هو لا يتغذى معناه يترك جميع الأغذية، هذا ظاهر اليمين، لكن هو قال لا، أنا قصدي الغذاء اللي هو اللحم مثلا، أما بقية الأغذية هذه ما نويت. نقول لك ما نويت، إذا لا تمتنع إلا عن اللحم فقط حتى تكفر عن يمينك. نعم. أو لا يتغذى يريد غذاء بعينه، نعم، اختصاص يمينه به بنيته. نعم. ومنه أن يحلف على ترك شيء مطلقا ويريد وقتا بعينه. نعم، كما لو قال والله لا أسكن هذا البيت، ظاهره أنه ما يسكنها بعد الدهر، لكن هو قال لا، أنا قصدي ما أسكنه هذه السنة. نقول ما يخالف، أنت لك ما نويت، لأن أنت أدرى بنيتك، واللفظ يحتمل، يحتمل الإطلاق ويحتمل التقييد، وأنت تدعي أنك مقيد بنيك فلك ما نويت. نعم. والثاني أن ينوي بالخاص العام، مثل أن يحلف لا أشرب له ماء من العرش يريد قطعا منه، فتتباهى يمينه كل ما فيه منا. إذا يراد بالخاص العام، كما قال والله لا ما أشرب ماء فلان، والله ما أشرب الماء من فلان، هذا الظاهر أنه خاص، فله أنه يأكل اللحم طعام فلان ويلبس من ثيابه ويسكن في بيته، هذا ظاهر اليمين، لكن هو قال لا، أنا قصدي قطع منته، أنا يوم أقول لا أشرب ماء قصدي قطع منته، إذن نقول هذا نيك هذه تعم جميع ما فيه منه، أجل لا تسكن بيته ولا تركب سيارته ولا تقبل هديته ولا تأكل طعامه، لأنك قصدت بالخاص قصدت به العام، فتلزم بنيتك. نعم، لأن كل ما فيه منه، أنت ما ذكرت إلا الماء، لكن قصدك قطع منة هذا الشخص عليك فيشمل كل ما فيه منه ولو غير الماء. نعم. مثل أن يحلف لا أشرب له الماء من العرش يريد قطعا منه، فتتناول يمينه كل ما فيه منه، فإنه شائع في الكلام التبليغ بالأدنى على ما فوقه وبالأعلى على ما دونه. إيه، لأن حتى عند العوام إلى باوي يستقصون في الشيء، قال والله ما أشرب له الماء، ما أشرب له الماء الأسود، يعني قصده أنه ما يتناول شيء يختص بهذا الشخص أي شيء، لكن ذكر الماء من باب أدنى شيء، فما هو أعلى منه من باب أولى. نعم. فإذا نبه بشرب الماء في حال العطش على اجتناب كل نبع يصل إليه منه ويمتن به عليه كان صحيحا. نعم. فإن لم يكن له نية رجع إلى، انتهينا من الحالة الأولى، أنه يرجع بالنية في اليمين في الأيمان إلى ما قصده الحالف، ولو كانت نيته تخالف ظاهر لفظه، كان يقصد بالعام الخاص أو العكس يقصد بالخاص العام. نعم. فإذا لم، إذا سئل عن نيتي يقول الله ما أدري عن نيتي، أنا حلفت خلاص ولا لي نية هنا، ما أدري عن نيتي، ونرجع إلى سبب اليمين، نقول وش اللي سببها اليمين هذه، ويحمل كلامه على سبب اليمين وما هيجها، لأن السبب يدل على المقصود، السبب يدل على مقصوده. نعم، أن نقف عندها. نعم. قيل الشيخ رحمه الله ما وجه دلالة الحديث الحدود من الطاعات لأهلها على تداخل الحدود من جنس واحد؟
لأنه إذا كان كفارة فيكفر الجميع، إذا كان الحد كفارة فإنه يكفر جميع الحدود، جميع الجرائم التي ارتكبها. أما إذا كان الحد زاجرا من باب الزواجر فهو ما يكفي حد واحد عن بقية الحدود، لأنه لا يزجر عن البقية. العلماء مختلفون في الحدود، هل هي زواجر ولا مكفرات، يسمونها جوابر يعني مكفرات. على قولي منهم من يرى أنها زواجر وليست مكفرات، ومنهم من يرى العكس أنها مكفرات وليست زواجر. نعم. الشيخ رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن حلف إيمانا على أشياء فقال الله: إذا أكلتم ولا شربتم ولا لبستم فحلف من جميع ماله لكل يمين كفارتها. هل هذه العبارة سليمة؟ لأن ظاهرها يقال في المسألة التي قبلها في الكتاب، وهل سقط نحو الجلالة والله؟ إذا حلف على أشياء بيمين واحدة فهذه كفارتها كفارة واحدة كما سبق على المذهب، كما قال لو قال والله لا أكلت ولا شربت ولا أعطف بالواو وهو لم يحلف إلا واحدة، هذه يكفي كفارة واحدة عن الجميع. أما إذا حلف على أشياء بأيمان متكررة، والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا خرجت، والله لا ذهبت، فهذه كل يمين مستقلة على المذهب أيضا، كل يمين مستقلة لها كفارتها على حدة، لأنها أيمان متعددة ولا تتداخل على المذهب. نعم. هذا ليس له فيما أعلم أصل، رب المصحف رب القرآن ما يقال كذا، ما يقال رب المصحف ولا رب القرآن، وإنما يقول أقسم بكلام الله أو أقسم بالمصحف أو بالقرآن، أو يقول أقسم بالله. نعم. وأيضا قوله أقسم برب المصحف يوهم أن القرآن مخلوق، يوهم أن القرآن مخلوق وله رب مثل المخلوقات، يتجنب مثل هذا اللفظ. نعم. إلا يدخل فيه الاستثناء، الاستثناء يدخل في الأيمان والنذور، إذا قال إن شاء الله لم يحنث لأن هذا استثناء، لكن يشترط أن يكون هذا الاستثناء متصلا بالله، ما هو بلا حلف وخذ شوي قال إن شاء الله ما تنفع، لازم يكون ما يسكت حتى يستثني، تكون متصلة بالله. فإذا قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، هذه لا تنعقد، هذه اليمين ما تنعقد لأنه استثنى فيها. أو قال علي صيام شهر إن شاء الله، هذه لا تلزمه لأنه استثنى فيها. إذا وفي الحديث إذا حلف أحدكم على شيء فقال إن شاء الله لم يلزمه شيء، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. الاستثناء ينفع في النذور وفي الأيمان ويمنعها من الانعقاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، فالحكم إذا حلف على أمر المستقبل أنه سيقع ولم يقع هل عليه كفارة؟ نعم. فالحكم إذا حلف على أمر المستقبل أنه سيقع ولم يقع هل عليه كفارة؟ إذا كان يقصد فعله هو أنه سيفعله ولم يفعله فعليه كفارة، أما إذا كان يقصد سيقع بأمر الله أو فهذا لا، يمين غير صحيح، أنه لا يملك هذا الشيء، إنما هذا راجع إلى الله. لو حلف لا يحصلن مطر غدا أو لتهبن الريح غدا، حلف على هذا، هذه يمين
غير منعقدة، لأنه حلف على شيء ليس من فعله ولا يملكه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو حلف على شخص أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا وخالفه، فهل على الحالف كفارة؟ نعم، إذا حلف على غيره ممن يملك إلزامه كأولاده وزوجته، حلف عليهم وهو يملك إلزامهم فخالفوه، وجبت عليه الكفارة. نعم. هل يأثم هذا الشخص؟ إذا كفر لا يأثم، يأثم إذا لم يخرج الكفارة. نعم. نعم. المخالف لا، ما عليه إثم، المخالف حر، إلا إن كان الحالف عليه هو ما عليه إثم، لكن يستحب له أن يبر بقسم أخيه أو والده أو قريبه، يستحب له ذلك، يستحب أن يبر بقسم أخيه المسلم أو قريبه، لكن اللزوم ما يلزم. نعم. لا يستطيع أن يلزمه. نعم، إذا كان ما يستطيع أن يلزمه يحنث في أول الأمر من أول مرة. لو نعم، لو ما نفذوا بناء على اليمين، وهو يحنث من أول الأمر. إذا حلف على واحد ما يملك إلزامه لزمته الكفارة من الأول، من أول ما حلف، لأنه لا يملك إلزامه. أما إذا حلف على من يملك إلزامه فإنه لا يحنث إلا إذا خالف المحلوف عليه اليمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أمرنا الطبيب بترك بعض المأكولات فلم أستطع، فحلفت فتتقيد بكلام الطبيب فلم تتركني ذلك. نعم، يلزمك تتقيد إذا حلفت، يلزمك تتقيد بكلام الطبيب، فإذا خالفته يكون عليك كفارة. نعم. قول الشيخ وفقكم الله، قول المرء يعلم الله إنه كذا، هل هذا حلف؟ لا، الحلف إنما تكون بحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، أما يعلم الله كذا هذا ليس بحلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ممن القول، فقال عليه الصلاة والسلام مما، هل هذا صحيح وما هو المقصود بما؟ نعم، هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كل إنسان فهو مخلوق من الماء، كل إنسان فهو مخلوق من الماء، ألم نخلقكم من ماء مهين؟ فالرسول أراد التعمية على هذا الشخص، ما قال نحن فلان بنو فلان أو أنا النبي، قصد التعمية بهذا. نعم. قصد التعمية ولم يكذب صلى الله عليه وسلم، هم من ماء، فهو كان صلى الله عليه وسلم يعرض ويمزح ولا يقول إلا حق. نعم. ويقصد بذلك التأويل، أي طالق من يدي الآن. لا، ما يصلح الطلاق، إذا صرح بالطلاق ما ينفعه دعوة أنه أراد كذا، يؤخذ باللفظ، يؤخذ باللفظ ولا ينفعه التأويل، إنما هذا في الكنايات. لو قال لزوجته اذهبي إلى أهلك، ثم قال أنا أردت أنها تذهب تزورهم، يقول ما يخالف، لا بأس، لأن أنت أدرى بنيتك، اللفظ محتمل وأنت أدرى بنيتك. لكن إذا قال أنت طالق ثم قال أردت أنها طالق من الوثاق من القيد، نقول لا، هذا ما ينفعك، نحن نأخذ باللفظ، ظاهر اللفظ، قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة، فلا يقبل من المطلق أي تأويل أو أي قصد يخالف ظاهر اللفظ. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، العبارة علي الحرام هي من الحلف بغير الله وعلي شرك الحصار؟ لا، هذه ليست من الحلف بغير الله، لكنها تجري مجرى الحلف بالله، تجري مجرى، وهي ليست حلف وليست من الشرك، لأنه أراد منع نفسه من هذا الشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل، أو حرم على نفسه مارية القبطية التي هي سرية عليه الصلاة والسلام، فعاتبه الله
بقوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال جل وعلا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى الله جل وعلا تحريم الحلال سماه يمينا تجب به الكفارة لأنه يجري مجرى اليمين. ولكن لا يقال إن هذا حلف بغير الله لأنه لم يعقده بلفظ اليمين، وإنما سمي يمينا لمشابهة اليمين في القصد فقط. أما إذا قال زوجته عليه حرام صرح بالزوجة فهذا اختلف العلماء، هل يعتبر ظهارا فيه كفارة الظهار أو يعتبر طلاقا، على خلاف بين العلماء، والظاهر أنه يعتبر ظهارا، يعتبر ظهارا إذا حرم زوجته يكون ظهارا ولا يكون طلاقا. نعم. أما إذا حرم حلالا سوى زوجته كالأمة أو الطعام أو الشراب أو اللباس فهذا يجري مجرى اليمين فيه الكفارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حلفت على فعل شيء وحلف علي آخر على عدم فعله ونحن في مقام واحد فما الحكم؟ أحدكما يبي يحلف، حلف أنت حلفت أنه يأكل طعامك يدخل عندك، وهو حلف أنه ما يدخل ولا يأكل طعامك، حداكم يبي يحنث، اللي ما يحصل تحصل يمينه يلزمه الكفارة، إن دخل هو لزمته الكفارة وإن لم يدخل لزمتك أنت الكفارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تأويل الظالم باليمين يكون عليه كفارة؟ تأويل الظالم باليمين يكون، لا هذا من الغموس، هذا يكون من اليمين الغموس التي سبق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على من أراد التأويل في اليمين أن ينوي ذلك قبل أن يتأخر باليمين، أو يجوز له أن تقارنه النية أو تتأخر عنه؟ لا تتأخر، لازم تكون نية التأويل مقارنة لللفظ. أما إذا لم ينوي التأويل إلا بعد أن فرغ من اليمين فإنه لا ينفعه التأويل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التأويل في اليمين مع عدم الضرورة، حيث كثر ذلك في أنصاف الشباب بأن يعرض في يمينه دون ما حاجة إليه؟ سمعتم التفصيل في هذا، إن كان المعرض باليمين ظالما فلا يجوز له التعريض، وإن كان مظلوما جاز له التعريض لدفع الظلم، وإن لم يكن ظالما ولا مظلوما فهذا مباح، هذا مباح. نعم. قال الشيخ وفقه الله، قوله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدق به صاحبك، فلا يدخل في هذا جميع انواع الحلف الثلاثه لانه مصدق لجميع الامور. وش انواع الحلف الثلاث؟ نعم. ما ادري وش انواع الحلف الثلاث. لا ما تخلط الأمور، كل شيء له حكمه، الأمور ما تخلط. نعم. لا نعم كل شيء له حكمه. نعم. الشيخ وفقكم الله، إذا قال رجل لصاحبه إن شاء الله سأفعل كذا وهو في قرار نفسه أنه لم يفعل، فما هو الاستدراك لذلك؟ هذا ما هو يمين، إن شاء الله سأفعل كذا هذا وعد، هذا يعتبر من باب الوعد لا من باب اليمين، وعلقه بالمشيئة أيضا لا شيء عليه فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو نذر شخص أن يصلي لله ركعتين بعد كل فريضة على النافلة الراحلة ثم تركها في بعض الأيام لعذر من مرض وغيره، هل عليه كفارة يمين بعد كل مرة يتركه أم تجزي واحدة فقط؟ ثم لو تركها لما يجب فيها من المشقة فهل عليه إثم وتكفيه التوبة؟ هذا مر بكم في باب النذر، أنه إذا نذر أن يفعل طاعة ولم يفعلها لزمه قضاؤها وعليه كفارة يمين عن التأخير إذا حددها بوقت، وهذا حددها بوقت، قال مع كل فريضة صلي ركعتين، ربطها بالفريضة، فإذا أخرها يلزمه قضاؤها لأنه واجب، ولا تبرأ الذمة إلا بقضاء الواجب، ويلزمه كفارة يمين عن التأخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
ما معنى قول المصنف أو يجعل ماله في الحديث أو في لسان الكعبة؟ ما معنى قول المصنف في الحديث أو يجعل ماله في لسان الكعبة؟ تاج الكعبة باب الكعبة، يعني باب الكعبة. نعم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قطع التتابع في الصوم المندوب بعذر من مرض ونحوه ثم بنى عليه بعد زوال العذر، فلماذا يؤثر كفارة يمين كما نص عليه الشارع؟ عن التأخير، عن قطع التتابع، تلزمه الكفارة عن قطع التتابع. نعم، لأنه يجري مجرى اليمين. نذر أنه يصوم شهر 10 أيام متتابعة ثم أصابه مرض في أثنائها لم يستطع الصيام، نقول إذا بري يواصل الصيام ويبني على ما سبق، يكمل 10 وعليه كفارة يمين لأنه أفطر في أثنائها، هذا يجري مجرى اليمين. نعم. قبل 10 سنين تقريبا أردت أن أبتعد عن معصية الناس، فقلت بالله عليه نذرا انني كلما فعلت هذه المعصيه ان اتصدق ب10 ريالات، ثم فعلتها مرات عديده ولا اعرف كم هي، وانا الان قد تركتها مزادا ولله الحمد. السؤال، ما هو الواجب علي؟ هل اقرص عدد المرات وادفع المال للفقراء، ام اكفر كفاره يمين وتكفي عن الجميع؟ مش يقول قبل 10 سنين تقريبا أردت أن أبتعد عن معصية الناس مثلي، فقلت لله عليك نذر أنني كلما فعلت هذه المعصية أن أتصدق ب10 ريالات، ثم فعلتها مرات عديدة ولا أعلم ولا أعرف كم هي، وأنا الآن قد تركتها بتاتا ولله الحمد. السؤال، ما هو الواجب على ما هو الواجب علي؟ هل أقرص عدد المرات وأدفع المال للفقراء، أم أكفر كفارة يمين وتكفي عن الجميع؟ تكفر كفارة يمين وتكفي عن الجميع، لأن هذا النذر ما قصد به التقرب، وإنما قصد به منع الإنسان نفسه من فعل شيء، فيجري مجرى اليمين، فإذا خالفه ففيه كفارة اليمين. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.